أقرت اللجان النيابية المشتركة قانون الكابيتال كنترول، حيث خرج القانون بصيغة مختلفة عن الصيغة التي جاء فيها من قبل الحكومة. أنهينا اليوم نقاش الكابيتال كنترول، وأعتقد بأن الحصيلة اللي توصلنا لها في اللجان المشتركة هي حصيلة معقولة، أخذا بعين الاعتبار ظروف البلد والأوضاع المالية والاقتصادية المعقدة. لكن نحن ككتلة كنا أمينين تماما للوعد الذي أطلقناه اتجاه المودعين، سعينا ما أمكن لعدم التفريط بأي حق من حقوق المودعين. الإنجاز الأساسي أنه صار في بالتوصية إجماع من كل الكتل باللجان المشتركة اللي عم بتقول واللي عم بتطالب أنه ما يتم إقرار أي من هالقوانين إلا بالترابط مع الآخرين تنقدر نوصل لخطة متكاملة منصفة. وتم أقرار المواد الأربعة الأخيرة من القانون، حيث تم تعديل المادة 12 والتي أثارت الكثير من الاعتراض لأنها تمنع المودعين من مقاضاة المصارف كما جاءت في الصيغة المرسلة من الحكومة. لذلك تم التوصل إلى صيغتين حول هذه المادة. بقى من تفاهم أجمعنا عليه اليوم قدرنا نطلع بصيغتين ورح نرفعهم اثنيناتهم على الهيئة العامة. الصيغة الأولى اللي اقترحتها بالأول أنا وكان في بعض الزملاء موافقين عليها هي أنه نشطبها كلها لهيدي المادة. والصيغة الثانية اللي كمان مقبولة بتقول أنه بهذه المادة حفاظا على حقوق جميع المودعين وحفظ حقهم باستيفاء ودائعهم وحتى حقهم برفع الشكاوى والدعاوى، مش منعهم من إقامة الدعاوى والشكاوى، يعني على عكس ما كان كانت جاية بروحية الاقتراح اللي إجا من الحكومة، لا بضل عندهم حق يرفعوا دعاوى وشكاوى، ولكن خلال فترة سريان هيدا القانون ما بيتنفذ الحكم. يعني إذا القانون طلع على سنة وحدا أخذ دعوة قبل سنة، ما بعرف كيف بيقدر يأخذ دعوة قبل سنة، بس افترضوا حدا أخذ دعوة قبل سنة وتحويل 50 مليون دولار إلى الخارج، بهالحالة بهيك اقتراح يعلق تنفيذ الحكم، يعني ما بتتحول هيدي الأموال خلال فترة سريان هذا القانون. وتم خفض مدة تطبيق القانون من السنتين إلى سنة واحدة قابلة للتجديد من قبل مجلس النواب، بالإضافة إلى رفع توصية إلى مكتب المجلس للمطالبة بالانتهاء من مناقشة قانون الانتظام المالي وقانون إعادة هيكلة المصارف في اللجان، على أن تحال جميع هذه القوانين على حد سواء مع قانون الكابيتال كنترول إلى الهيئة العامة. الشغلة المهمة كمان اللي صار فيها إذا بدكم إجماع، تقريبا بدي أقول إجماع ما بعرف لأنه ما صوتنا، بس لما أحكي مع كل الأفرقاء بما فيهم رأيي أنا الشخصي أنه هذا القانون لازم ناخذ بعين الاعتبار الصورة الكاملة، مثل ما سبق وحكيت أنا الصورة الكاملة، يعني الانتظام المالي، يعني إعادة هيكلة المصارف، لحتى نقدر مظبوط نكون عم نطلع مخرج للأزمة الاقتصادية المالية اللي نحن فيها، بدنا نكون شايفين الصورة الكاملة. وعلى صعيد آخر، خاطب أبو صعب مجلس القضاء الأعلى مطالبا بعدم انتظار الضغوط من الخارج لإيقاف المظلومية اللاحقة بحق أهالي شهداء المرفأ والموقوفين. هون بالتحديد عم خاطب مجلس الأعلى للقضاء، هو اليوم بإيده يقدر يطلع يعمل يقترح أسماء تعتمد تصير هيئة عامة لحتى الهيئة العامة تبت بالطعون اللي موجودة بحق القاضي بيطار، يا بيقولوا معه حق وبيخلوه وبيروح ساعتها هو بقرب الملفات، يا بيقولوا ما معه حق، بس هم قضاء بدو يبت. اليوم ليه ما عم يبت؟ لأنه ما في هيئة عامة. مين مسؤول على عرقلة الهيئة العامة؟ المجلس الأعلى للقضاء، وأنا مسؤول عن كلامي وعندي كل المعلومات والمعطيات. ظلم اليوم اللي عم بيصير بحق الموقوفين، أول شيء صاروا مسجونين بالمرفأ، صاروا مسجونين، وآخر شيء بدي أقول لهم إياه ما تنتظروا، لأنه مساقبة بين الموقوفين في أجانب، إن كان في حدا بيحمل جنسية أمريكية أو ما بعرف إذا في حدا بيحمل جنسية فرنسية إلى آخره، ما تنتظروا أنه يجي الضغط الخارجي لأنه في حدا من الموقوفين بيحمل جنسية غير لبنانية لحتى نقول صرنا بدنا البت، والموقوفين اللبنانيين كمان قاعدين ما حدا عم يتعاطى معهم لحتى تروحوا تبتوا. ما تنتظروا ضغط خارجي، روحوا بتوا بالموضوع، في ناس مظلومين قاعدين بالسجون لازم تكون برا. وبالتالي مع أقرار قانون الكابيتال كنترول تتجه الأنظار اليوم إلى قانون الانتظام المالي ويليه قانون إعادة هيكلة المصارف ليطول معها مصير الودائع التي لا زالت تستنزف.